ومتى يجب أن تكسر همزة إن؟ يجب أن تكسر همزة إن حيث لا يصلح أن يقوم مقامها ومقام معموليها مصدر. ومتى لا يصلح تأويل إن واسمها وخبرها بمصدر؟ في 12 موضعا يا مولاي. 12 موضعا؟ نعم. أولها إذا جاءت في ابتداء الكلام كقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أو أن تكون في حكم الواقعة في ابتداء الكلام كقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هذا يا أبو القاسم؟ أراك أصبحت خبيرا في النحو والقواعد. ألم أرافق أبا العباس طول الطريق؟ حدثني فانتفعت منه. أشهد أنه أحسن وأحسنت. اقترب منا يا أبا العباس، فمكانك هنا إلى جانب. شكرا يا أمير المؤمنين. ألا نحدثك عن الموضع الثاني الذي تكسر فيه همزة إن يا مولاي؟ ها أنت ذا قد أصابتك عدوى النحويين يا أبا القاسم. حسن، متى تكسر همزة إن أيضا؟ إذا وقعت بعد كلمة حيث، مثل أجلس حيث إن العلم موجود. أو أن تقع بعد إذ، نحو جئتك إذ إن الشمس تطلع. والموضع الرابع إذا وقعت في صدر الجملة الواقعة صلة الموصول كقوله تعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. أو أن يكون ما بعدها جوابا للقسم كقوله تعالى: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. سبحان الله. أو أن تقع بعد فعل القول أو مشتقاته كقوله تعالى: قال إني عبد الله. أو أن تقع مع ما بعدها حالا كقوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. أو أن تقع في خبرها لام الابتداء كقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.